مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الأعزاء، مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين، مساء الحب في عيد الحب هابي فالنتاينز داي، عيد حب سعيد على كل مشاهدينا في كل مكان. مساء الورود، عيد الحب هو عيد الورود، يا ريت كل واحد فينا يهدي أجمل ورود لكل الناس اللي بيحبهم. الهدية البسيطة بتكون تعبير عن المشاعر الحلوة اللي جوه قلوبنا، يا ريت نعبر عن مشاعرنا لكل الناس اللي بنحبهم وكل اللي حوالينا. مساء الحب في عيد الحب وحلقة مميزة جدا لكل مشاهدينا في عيد الحب. معانا ومعاكم النهاردة ميك اب ارتست سارة محمد. اهلا وسهلا بيكي يا سارة. طبعا ده بناء على طلب الجماهير والبنات كل طلبك لما شاف الميك اب الهاي اللي انت عملتيه لنا المرة اللي فاتت فكانوا مبسوطين جدا وطلبوكي ان انت تيجي معانا تاني. معانا كمان الموديل الجميلة جدا منار محمد. اهلا وسهلا بيكي يا منار. اهلا وسهلا، نورتينا في عيد الحب. معانا كمان الموديل الجميله جدا شهد. اهلا وسهلا بيكي يا شهد. اهلا بيكي يا حبيبتي. بما اننا بقى في عيد الحب النهارده، ايه رايكم في الاحمر النهارده؟ وجايبين لكم ورود ودباديب وحاجات جميله اهي. النهارده معانا ومعاكم ساره محمد، وطبعا هي النهارده عامله لنا لوك ينفع لعيد الحب للموديل اللي معاها. بس هنبدا معاها الاسئله. هي اخذت جايزه واتكرمت في مهرجان ميمي كارليجي. عايزين نعرف بقى، اتكرمتي اخدتي شهادة؟ الاول بالنسبة لعيد الحب حب هذه جوزي اقول له كل سنة وانت طيب. تمام. هابي فالنتاينز داي. جبتي له ورد ولا بلاش فضايح بقى؟ النهاردة بقى مش ناجي من سفر وكده، مش النهاردة. تمام. انا رحت مهرجان ميمي كارليجي، جالي دعوة ورحت. الحمد لله لجنة التحكيم كنت عاملة لوك على الموديل، لجنة التحكيم كلها انبهرت باللوك الحمد لله، وكلهم يعني ما حدش عمل كومنتس خالص على اللوك ان هو وحش مثلا او في حاجه. كان هايل، انا شفت اللوكس اللي انت عملتيها. الحمد لله. فبناء على كده اعطوني شهاده خبره وتقدير بيكرموني فيها يعني عن شغلي ومجهودي في الميك اب. جميل، برافو عليكي ما شاء الله. كمان منار انت اتكرمتي في المهرجان. اتكرمتي كملكة جمال. جميل جدا ما شاء الله، واخدتي الشهادة. حلوة الشهادات جدا. مركز. اخدت مركز وتاج. ممتاز. واخدتي تاج كمان. هايل، ممتاز، انت زي القمر اصلا. ربنا يخليكي حبيبتي. ربنا يخليكي حبيبتي. بداية بقى احنا شفنا الاسئلة اللي جاية لنا من البنانيت، وعلشان وقتنا عايزين نقول بقى، عايزة الم كل الاسئلة اللي معانا. اول سؤال عن البشرة، عايزة اعرف منك بداية ايه انواع البشرة؟ انواع البشرة عندي اول حاجة جافة ومختلطة ودهنية. ازاي اعرف نوع بشرتي؟ اول حاجة الجافة بتكون دايما ناشفة وفيها مقشرة، لما اجي احط فونديشن بتكون مقشرة ومجيرة، وكل ده بيبقى علامات ان البشرة دي الجافة. من غير كمان فونديشن يا سارة؟ ده بتبقى الوش شادد من غير اي حاجة كمان. ناشف جدا وبيبقى فيه اصلا انا بشرتي جافة. طبعا دي لازم لها ترطيب في الشتاء اكتر مليون مرة من الصيف. ترطيب صبح وليل. بعد كده عندي البشرة المختلطة بتكون فيها حتت دهنية، منطقة دهنية ومنطقة جافة. تمام. الدهنية بتكون حرف التي، الجبهة، الجبهة من المنطقة دي كده، منطقة الأنف والدقن. تمام. والباقي البشرة بتكون جافة، بتكون شادة برضو. بيبقى عارف ازاي بيبقى عندي حرف التي ده في لمعة كده، وبعد ما احط الفونديشن بحس ان هو قلب كده بكريمي قوي في المنطقة دي. بالنسبة للبشرة الدهنية بتكون بقى كلها لمعة ومعرضة للحبوب جدا. دي بتكون بشرة دهنية طبعا فيها لمعة جامدة سواء قبل الميك اب او بعد الميك اب، دي بتبقى بشرة دهنية. تمام. دي كده انواع البشرة. طيب انا عرفت دلوقتي نوع بشرتي وانت قلت لنا العلامات الخاصة بكل بشرة. تمام. طيب انا بعد ما عرفت كده انا عايزة اروح اشتري فاونديشن، وانا واحدة خبرتي زيرو، انقي الفاونديشن على اساس ايه او اختار ايه؟ بلاقي انواع كتيره من الفاونديشن، فانتي او كريم الاساس يا جماعه. فعايزين نعرف كل واحده ازاي تشتري كريم الاساس المناسب لبشرتها. هي البشره الدهنيه هو في نوعين عندي من الفاونديشن. فاونديشن بيكون ستيك، فاونديشن كريمي. تمام. اللي هو بيبقى سايل. تمام. البشره الدهنيه يستحسن ان هي تستخدم الفاونديشن الستيك لان بيبقى نسبه المط بتاعته اعلى، بتكون كويسه جدا في الفينش. وممكن تستخدم السائل اللي هو بيبقى كريم السائل ده، بس بيبقى فيه انواع محدده يعني انواع معينه، مش كل الفونديشن هيمشي عليها، هيقلب معاها على طول. مجرد ما تحط الفونديشن هتلاقي الفونديشن معاها بقى كله كريمي وبشرتها يعني هتشرب كل الكريم.
مش هتلاقي فونديشن في وشها. بالنسبه للبشره الجافه والمختلطه تستخدم بقى الفونديشن اللي هو بيبقى السائل، لان نسبه المط بتاعته بتبقى قليله شويه، لان دي بتبقى مش محتاجه مط قوي. فبتكون بتستخدم الكريم اللي هو السائل. ممتاز. بس يعني البشره الدهنيه تجيب الستيك احسن. الجافه او المختلطه طبعا انا قلت لها تعرف ازاي نوع بشرتها، تجيب اللي هو السائل بقى اللي هو الكريم. ممتاز. ممتاز. طيب انا دلوقتي اشتريت الفاونديشن اوكي وعرفت النوع المناسب ليا، تمام، عايزه احطه بقى، في تحضير للبشره قبل ما احط الفاونديشن؟ اكيد. قبل ما احط الفاونديشن لازم اول حاجه اكون شايله اي زوايد ميك اب من قبلها بيوم، تمام. لازم اكون شايله كل الميك اب، واستخدم الغسول الخاص بيا، اغسل وشي كويس قوي، انضفه كويس قوي قوي قوي. بعد كده ابدا ارطب، الترطيب ثم الترطيب قبل الميك اب. اللي بيحط فونديشن من غير ترطيب بيعاني، بيلاقي الفونديشن مشقق في قشر لان مفيش ترطيب. لازم اشرب الاول بشرتي ترطيب كويس مهما كان نوع البشره، مهما حتى لو دهنيه، عشان بيقولوا الدهنيه لا ما ترطبش، بالعكس عشان هي اصلا بتطلع دهون. بالظبط. لازم ارطب البشره كويس قوي قبل ما احط الفونديشن. تمام. ارطب اي نوع مرطب. تمام. وغير ان انا لازم مرتين في الاسبوع اعمل سكراب عشان اشيل بيه الخلايا الميته اللي في البشره. اوكي. اشيل بيها القشره والخلايا الميته. ممتاز. طيب انا حطيت الفاونديشن، تمام، اثبته بقى بايه؟ بالباودر. طيب اني اي نوع من الباودر؟ في لوس باودر، في كومباكت باودر. انا عندي طبعا نوعين للباودر، اللوس باودر والكومباكت باودر. اللوس باودر للتثبيت، للتثبيت فقط، ملهاش دعوه ان هي تعلي تغطيه الفونديشن. تمام. فانا لازم الاساسي معايا اللوز باودر، ان انا بحط الفونديشن او الكونسيلر وبثبت على طول باللوز باودر، بعديها على طول الكومباكت باودر بعلي بيه التغطيه بتاعه الفونديشن، ولكن ما بتثبتش الفونديشن فعلا. فالاساسي معايا هو اللوز باودر. اللوز باودر لازم، يعني انا ممكن استغنى عن الكومباكت باودر بس اللوز باودر لازم استخدمه. طب هي الباودر احيانا بتغير درجه لون الفاونديشن؟ في اللوز باودر بيبقى فيه منها درجات وفي منها الشفافه. الشفافه دي بتثبت الفاونديشن من غير ما تغير لونه. طبعا في انواع كتير، فاللي بتشتري تقول لي انا عايزاها شفافه. الكومباكت باودر طبعا بتبقى درجات، ما بتبقاش شفافه، بتبقى درجات، بتجيب درجتي او افتح سنه او اغمق سنه حسب ما انا عايزه. تمام. بس ممتاز يا حبيبه قلبي. طيب انا دلوقتي لو حطيت الفاونديشن وحطيت الباودر، بس اساسا في عيوب او في غلطات في بشرتي، يعني ندبه، يعني سوري، اثار الحبوب، في بقعه، هل بقى الفاونديشن لوحده بيداري العيوب دي ولا في حاجات هو ما فيش فاونديشن يغطي العيوب؟ انا اول حاجه بستخدمها لو عندي اثار حبوب او عندي حبوب بستخدم لها كوريكتور. الكوريكتور عندي الوان اخضر واورنج واصفر، بستخدم الاخضر لو عندي اثار حبوب او حبوب حمراء، بحط الاول الكوريكتور عليها وادمجها كويس، بعد كده بحط الفونديشن. مش بتغطي الحبايه بس بتغطي لونها. تمام. وبتغطي الاثار بتاعتها، لكن سمكها طبعا مش هيتغطى، يعني هتغطي فين؟ ده الفونديشن، ده الكوريكتور الاخضر. الاورنج بستخدمه للهالات. مش متخيله ان كوريكتور او حاجه تحط خضره على البشره. ما هو بيبقى لونها اخضر فعلا وبيداري يا ساره بالباودر بالفاونديشن. لا، ما انا لو حطيتها كده، حطيت الكوريكتور كده هيبان طبعا، وهيقلب معايا لون الفونديشن. هيقلب معايا بلون فونديشن رمادي. امال بعمل ايه؟ لازم احط الكوريكتور على الحبايه وبعد كده ادمجه كويس قوي، يعني ادمج بالسبونج، ادمج كويس، اخلي لونها بيبقى اخضر بس خفيف. بعد كده بحط الفونديشن وادمج برده، بيبان ان هو ناتشرال. بيبان ان هو ناتشرال، مفيش اي حاجه. تمام. ده بالنسبه للكوريكتور الاخضر. الكوريكتور الاورنج بحطه للهالات تحت العين او حوالين البق كده من هنا، لان في ناس بيبقى عندها المنطقه دي بيبقى عندها حساسيه شويه في دي فعلا. فبحط لها كوريكتور اورنج وبرده بدمجه كويس قوي، لان بيبقى لونه اورنج برده جامد. وبعد كده بحط الفونديشن. تمام. والكوريكتور الاصفر ده للتنوير زي الهايلايتر كده، يعني ما بيداريش. ده بحطه لما انور بيه تحت العين، منطقه الدقن، منطقه الجبهه كده بس. ممتاز. انا ما كنتش اعرف موضوع الكوريكتور ده خالص. هو مش ناس كتير ما تعرفوش، بتفوجئ بيه. اهو يا بنات اتكلمنا في كل حاجه. بنات كتير بتسال حاجه للهالات قبل الميك اب، لان لما بحط فونديشن على فيه هالات غامقه الفونديشن بيقلب تحت العين برمادي. تمام. فلازم استخدم الكوريكتور ده. تمام يا جميله، عرفنا معلومات هايله مع ساره اهو.
عايزين بقى نشوف منار. نورتينا يا منار. ده نورك حبيبتي، ربنا يخليكي. منار، ازاي يا حبيبتي اشتغلتي في الموديلنج في البداية كده؟ هو انا كنت مليانة جدا فعلا، انا شايفة غزال قدامي. حبيبتي ربنا يخليكي. وبعد كده بدأت بقى اعمل دايت وخسيت خالص. ممتاز. وبعد كده في ميك اب ارتست طلبتني، قالت لي اعمل لك لوك وكده، فانا قلت اجرب، فجربته وكده ونزلت الصور فعجبت ناس كتير جدا. ممتاز. بس وبعد كده بقى طلبت بقى في مهرجانات بقى وناس كتير بدأت تطلبني بقى، ميك اب ارتست كتير. انتي اصلا أنا موديل هايله، انتي اول واحده طلبتني. ما هو طبعا الميك اب ارتست اساسا بتبقى عايزه واحده يعني ملامحها حلوه تعرف تظهر لها الميك اب، فبالتالي انتي بالنسبه لاي ميك اب ارتست كنز على طول. انا كنتش عارف الصراحه يعني الموضوع هيبقى كده، يعني ما شاء يكبر الله. كده يعني في وقت قليل قوي، كنت لمدتها كبيره قوي. ممتاز ممتاز. وانتي اخدتي تكريم ومركز في المهرجان، كان شعورك ايه؟ لا طبعا كنتي مبسوطه جدا اكيد طبعا، اعتقد الموضوع ده عمل لك ثقه في نفسك هايله جدا. اكيد اكيد طبعا. عايزين بقى نشوف الصور الجميله وانتي في المهرجان وصوره التكريم. ممكن نبدا بصوره التكريم زي القمر اهي، ما شاء الله حلوه جدا. اخدتي التاج كمان. جميله جميله، صورك حلوه جدا جدا. عاملين لك كذا لوك. اوكي. عملت كذا لوك. جميل جدا، حلو قوي قوي. وانتي لابسه التاج وده اللوك اللي جميله، صورك يا منار. ربنا يخليك يا رب. طب حلو قوي قوي. طب الستيب بقى بتاعتنا بعد كده هتكون ايه؟ الخطوه التاليه بعد الموديلنج هتفضلي في موضوع الموديل كتير؟ لا يعني هخش في التمثيل ان شاء الله يعني قريب باذن الله. لا لا ما تقوليش. لا 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 لا. خطوه بقى، خطوه حلوه. خطوه حلوه ما شاء الله. انت اوريدي بداتي في الخطوه دي ولا لا؟ لسه يعني، بس يعني بدات ان انا اخشها بس بتسعي لسه. لها في حد سبورت او في حد بيدعمك؟ طبعا احب اشكر استاذ عادل عمار، طبعا واقف جنبي وبيساعدني. جميل ما شاء الله. ان شاء بإذن الله الله بكل في توفيق مفاجأة وتبقي قريب اجمل بإذن الله. نجمه باذن الله، وهننتظر قريب يعني في بإذن حاجه الله. هنشوفها جديد بإذن الله. ان شاء الله باذن الله يا حبيبتي. وانا دايما ببقى مبسوطه جدا جدا جدا، ودايما بشجع البنانيت اللي بيبقى عندهم اراده. يعني فكره ايوه ان انت كان جسمك مليان وتحديتي وتحديتي نفسك وعملتي دايت وخسيتي، فدي حلوه جدا. تحديت فعلا. طبعا الخطوه دي اكيد اديتك ثقه بنفسك هايله اكيد. جدا، فطبعا ثقتك بنفسك انعكست على اعمالك بعد كده وعلى حياتك كلها. ايوه غيرت حياتي خالص. نظام حياتك كله ايوه بيختلف. حياتي ممتاز اتغيرت جدا خالص. جدا. طيب احنا النهارده معانا الموديل جميله ما شاء الله، انت عامله لها فاضل لها بس احنا عين واحده يا عين. هنعملها قدام الكاميرا برضو عشان البنات تتعلم اللوكات بتتعمل ازاي. انت اصلا ما فيش في شطارتك، عامله لي الميك اب حبيبتي النهارده ربنا وعامله لنفسها يخليكي. وعامله المنار وعامله. لا 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 هايله ما شاء ربنا الله، اللهم يخليكي بارك. ربنا اتفضلي يخليكي. يا حبيبه قلبي. النهارده انت عامله لوك يليق على الفالنتاين. يعني النهارده يا حبيبتي بنانيت النهارده اللون الاحمر بيطغى على كل شيء، كله يلبس احمر، احمر، يحط روج احمر، الشادو بتاعك يكون احمر. فيه التاتش الاحمر. فبالفعل ساره عامله لنا اللوك بقى الجميل قوي بتاع الموديل. احنا النهارده عاملين لوك ناعم شويه بس وفي نفس في الوقت احمر. يكون في انا بتكلم على رسمه العين، رسمه العين دي ناعمه شويه. ده يعني دمجين لونين في بعض، الوان في بعض، بس مش عاملين رسمه عين مثلا زي كاتريس او بس سبوت لاين. جميله. دي لوك ناعم. دي بتليق على اي عين يا ساره؟ اي عين بيلق، اي عين بيلق عليها اللوك الناعم. اللي هو دمج الوان في بعض بس ملهاش ممتاز رسمه عين. ممتاز. غير كات كريز والسبوت لايت والرسومات دي كلها، دي حاجه، ورسمه العين الناعمه دي حاجه تانية. هنا هندمج الوان بس في بعض. ممتاز. احنا النهارده دخلنا لون فيه جليتري شويه اللي هو الجراي. اللي هو الجراي. فاضي اوكي شويه. تمام. طبعا حاجه فيها احمر عشان الفالنتاين. الفالنتاين كله احمر. بس هنشتغل العين التانيه قدام الكاميرا علشان البنات برضو تتعلم لو وانا عايزه اتعلم برضو. ايوه اوكي. الحاجب كمان رسمه لها حلو جدا. الحاجب اللي حواجبها اصلا يعني هي ما شاء الله حواجبها حلوه ما شاء الله، اللهم بارك. انتي حاطه اللونين الاحمر ده ولا نبيتي يا ساره؟ هو انا حاطه كذا لون فوق بعض عشان يعني الاحمر ما بيبقاش مستحب قوي في فوق العين، فبدمجه بكذا لون عشان يديني احمر نبيتي الالوان هو دي مدي كده. على نبيتي. يعني هو نبيتي لكن هو الروج اللي احمر. احمر صريح. انا كل اللي عملته ان انا حاطه في العين بيس
اللي هو الكونتينر، وثبتت بباودر لوز باودر طبعا زي ما قلنا بس، وهبدا بقى ادمج الالوان قدام الكاميرا. ممتاز. انت دلوقتي بتبطني بال بس بمسح الخطوط مكان تمام. دلوقتي همسك اول حاجه بفرشه دمج كبيره اللون الاحمر ده وهبدا ادمج. تمام. بنشتغل فيه بنهايه الجفن مش على الجفن كله. لا بنهايه تمام. الجفن. تمام. عشان نبرز عظمه الحاجب صح كده؟ صح كده. خلاص بقت خبره. بقيت خبره. بحركات دائريه كده بالراحه. حلو جدا جدا جدا. بدمج كده. طبعا مش هطلع يعني هسيب مسافه ما بين الحاجب وما بين اللون. دايما المسافه دي بتكون بتحطي فيها لون بقى حاجه متنوره. هنحط ينور بقى. انا كده ايه حطيت الاحمر. سارة المتسابقة رقم 3 صح كده؟ كله يصوت لها يا جماعة. سارة المتسابقة رقم 3 في مسابقة ميك اب ارتست اوف ايجيبت اللي بنانيت كتيرة جدا وميك اب ارتست كتير جدا مشتركين معانا فيها. عايزاكوا دايما تصوتوا لها لان هي فعلا تستاهل. هي عاملة اللوك بتاعي وبتعمل دلوقتي بتوري لكم، وكمان هي اللي عاملة اللوك بتاع الموديل اللي معانا الجميلة. كده حطيت الاحمر. هياخد كده وزعنا الاحمر. وزعت تمام. الاحمر في نهاية الجلد. هاخد فرشة بنسل. اوكي. عشان الفرشه البنسل دي بركز بيها اللون، وهاخد اسود بسيط قوي يعني هو هنا الاسود مش باين قوي. تمام. احط في نهايه الجفن كده لحد ما توزعيه. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا اوعوا تروحوا في اي حته. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء، ولسه معانا اللوك التحفه جدا اللي مناسب جدا للفالنتاينز داي لكل البنانيت اللي بتخرج مع خطيبها، اللي بتخرج مع جوزها، اللي نفسها تظهر بشكل جميل يوم الفالنتاين. معانا ومعاكم ساره محمد بتقدم لنا لوك خاص بالفالنتاينز داي. عملتي ايه بقى يا ساره في الفاصل؟ احنا دلوقتي حطينا في زاويه العين من بره سنه اسود بسيط. تمام. بفرشه بنسل عشان نبين برضو العظمه بتاعت الحاجة. لا عشان بس يبقى نهايه العين كده مقفوله شويه ما يبقاش احمر. تمام. ودمجناها بالراحه قوي فرشه دمج عاديه اهي. اوكي. دمجت كده كويس بحركات برضو دائريه. اوكي. تمام جميل. بس كده انا ايه خلصت دمج. انا حابه ده اكتر من اللي فيه جليتر. هي الالوان المط بتبقى حلوه جدا. حلو بس قوي. احنا يعني عشان فالنتاين بقى كده مناسبه. شويه بربرق. هنحط بقى جليتري سائل. سائل اوكي على جراي. فونديشن جليتر سائل. اوكي. لونه رصاصي كده. تمام. حلو قوي ده عامل زي الروج السائل. زي الروج السائل بس بتبقى شادو. هو شادو سائل بس فيه لمعه يعني. حاجات جديده بتطلع في الميك اب دايما بتبقى حلوه جدا. حلوه جدا. وبتساعد البنات قوي. يعني حاجات سهله. بس برضو ادمج ما ينفعش احطه كده واسيبه، لازم ادمج كويس. انا بيتهيألي الميك اب ده كمان ينفع سواريه ساره. ما هو يعتبر سواريه بس مش يعني ممكن لو عايزاه خروج يومي ما فيش مشكله، بس طبعا من غير رموش. بلاش من غير رموش وبلاش جليتر. نحط لون تاني، لون فاتح عادي. تمام. ذهبي بيج. تمام. الالوان دي بس. حلو قوي قوي. تسلم الايادي. ربنا يخليك. انا كده ايه مبدع يا ساره. ربنا يخليك. انا عايزه اقول لك ناس كثيره جدا اتكلمت معايا على الميك اب المره اللي فاتت كان هايل. هو كان لوك جريء. عشان في ناس كتير بتقول لي لوك اوفر. هو مش اوفر، هو جريء. مش اي حد يعمله. في عرايس بتحب الحاجات الجريئه. ايوه. انا دلوقتي كده حطيت ايه الجليتر الجراي. اوكي. بصبعي كده بالراحه بطبطب كده. اطبطب عشان احاول ادمج ما يبقاش فيه خط كده جليتر. مهم جدا الدمج طبعا. يعني بحس ان في كتير ميك اب ارتست مش بتدمج كويس. لو مش دمجه كويس فبيبقى شكل الميك اب مش حلو خالص. بالظبط بالظبط. انا كده حطيت في احط برضو عليه شويه جليتري كده يعني بيحوز جلو جليتري كده. اللي هو ايوه اللي هو زي اللوس كده. زي اللوس كده صغنن. اوكي. هحط بس من غير جلو كده يعني. اوكي. هحفز اللون. تمام. ده بيبقى ايه لونه ايه؟ جراي برضو ولا يعني بيقلب شبه اللون كده. ما بين جراي و
والوايت اوف وايت كده. تمام. انا بس بحفز اللون مش بحط يعني. لا كده كده ينفع سواريه جدا. هو سواريه جدا جدا. انا كده حفزت اللون. هايل جدا جدا. عايزين بقى الاوفرز الحلوه بتاعتك اللي بتقدميها لجمهورنا. الاوفرز في على الباكجات كلها، جميع الباكجات 50% خصم. يا بنانيت رقم الميك اب ارتست الهايله جدا موجوده على الشاشه قدامكم، ساره محمد. ساره محمد هايله جدا وعامله لكم ديسكاونت 50% لكل متصل من البرنامج. هي بس تقول انا بتصل من برنامج هي وادم. بجد بنشكرك يا ساره، انت هايله جدا. واللوك اهو، انا عايزه الكاميرا بس تجيب لنا اللوك النهائي. حلو جدا جدا، تسلم ايديكي. مبسوطين جدا ان انت كنتي معانا. نورتينا، وان شاء الله باذن الله الخطوه الجايه نشوفك في رمضان ونشوفك في كل وقت في احلى افلام واحلى مسلسلات. نورتينا جدا. ميرسي يا شهد، نورتينا زي القمر. تسلم ايديكي يا رب، تسلم ايديكي. هابي فالنتاينز داي لكل حد شايفني دلوقتي. قوموا دلوقتي هاتوا ورد، قولوا اللي انتوا بتحبوهم، احنا بنحبكم، بلاش تكبتوا مشاعركم، الدنيا حلوه. هابي فالنتاينز داي، هستناكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد وحلقه جديده من برنامجكم هي وادم. نشوفكم على خير.